احنا قلنا انه فكره اقتسام الثروه شاعت في العديد، لان احنا عندنا كل قوانين الدول الاسلاميه وكل قوانين وشرائع الدول العربيه في المجلس القومي للمراه. وقلت لسيادتك منذ قليل ان احنا عندنا حوالي 150 مشروع من جهات مختلفه، وعملنا اكثر من 100 حوار، يعني مثل ما يحدث في الحوارات المجتمعيه. وبالتالي نظره موسوعيه كبيره جدا انتهت الى انه إلقاء هذه السيدة مرة واحدة بطريقة فيها رعونة وتسرع وعدم احتراز وعدم تروي وعدم إدراك للبعد الأخلاقي حتى في القانون أو في الدين، هنا بقى احتمائنا في فكرة أنه احنا نعتمد على ضميره. يا فندم، الاعتماد على ضمائر الناس وأخلاقياتهم، أي نعم هناك من الناس من هم يعني يحبون غيرهم ومسالمون إلى آخره، اللي بيرتكب الجريمة ما عندوش أخلاق. ليس لهؤلاء يتم التشريع. التشريع يتم لأولئك الذين غلبت عليهم شقوتهم، ولا بد فيها من الزجر والردع والحسم بقانون. عشان كده من شوية عرفت القانون أنه لابد أن يكون هناك إلزام، لابد أن تكون القاعدة مزيلة بالجزاء. الجزاء ده بكل الصور اللي صحيح احنا صحيح. وبالتالي احنا بنتحدث عن بناء دولة. الكد والسعاية الكد والسعاية احنا قلنا أنه إذا كانت هي السيدة حتى تمثل فأل حسن له، أو ساهمت معه بحكمتها في الدخار، أو جاءت له بثرواتها، أو كانت بتعمل أو لا تعمل، إذا أراد أن يفصم عرى هذه العلاقة، زي أي إحنا يعني إزاي إحنا في مصر وإحنا في 22 كل ما يتعلق بالشركات التافهة بنعمل تصفية لهذه الشركة، وكل واحد يقعد مع التاني ويشوف الحقوق والالتزامات المتبادلة، ونيجي في هذا العقد المقدس زي ما قال الدكتور عبد المنعم، ونلاقي طرف يخصي الآخر دون أن يكون هناك أي حقوق ولا هو عليه التزامات، ثم يذهب إلى واحدة جديدة وينجب أطفالا جدد وسادسة وهكذا. رائع جدا صحيح. ده أكثر من هذا إحنا بنروح يا فندم إزاي إحنا فهنعمل إيه برضه دكتور عشان في يعني في مصر الآن إحنا بنروح مكتب التوثيق يا معالي الباشا، بنروح نسجل عربياتنا، ألا يمكن لهذا العقد المقدس إنه يبقى أولى بتسجيله؟ يعني هي العربية أم الزوجة؟ أنا لازم لا تنتقل ملكية السيارة إلا بعقد مسجل صحيح. ولا يعول على العقد العرفي. إزاي ناخد بالعقد العرفي وإحنا في 2002؟ دي فوضى 2022 وهكذا. مشكلات عملية كثيرة جدا حلولها بسيطة جدا، إحنا حاطين مشروع يعني في كل النقاط الساخنة التي تتعلق بالزوجة والطلاق والزواج والتعدد والأطفال. وتتعلق بالأطفال وتتعلق بحتى إجراءات التقاضي، لأنها مشكلة كبيرة جدا. القاضي اللي بيحكم في المحكمة بيحكمش بالدين، بيحكم بنص المادة كذا والمادة كذا والمادة كذا من القانون الذي لا يخالف الدين. وبالتالي احنا في دولة تتعامل مع قانون، احنا الآن لا نحكم بالدين وإنما نحكم بقانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة. القاضي عندما يكتب حكما يقول استنادا إلى نص المادة كذا والمادة كذا والفقرة كذا اللي هي متراجعة زمان وبرأي الدين. وبالتالي احنا الآن في إطار تعديل وتطوير، لأنه قلنا وكل البهوات قالوا أن القانون الذي ينسى كثيرا هو قانون جامد، والجمود صفة سيئة جدا في التشريع أو الركود صفة في التشريع طبعاً. يبقى لابد لهذه الدولة. وطبعا مش عايز أكرر كلامي أن المسألة ليست مسألة الميل إلى المرأة ضد الرجل، ولا حتى لأن احنا كلنا أولاد نساء وأخوات نساء وهكذا، إنما لابد للدولة أن تضع نظاما حاكما لهذه الفوضى. أنا مش ممكن أسيب مسألة الزواج والطلاق والنفقة والعدة والمتعة والأطفال ونسب الأطفال والعقود العرفية إلى ضمائر الناس، ولا أسيبها إلى أهواء الناس، وأسيبها إلى أن يكون إنسان خير وأقول له شكرا، أو إنسان شرير وأقول له ربنا هياخدك يوم القيامة يحذبك. لا، ليست هذه دولة. يعني خلاصة القول إن المجلس القومي للمرأة لديه محددات استقيناها من ثوابت الدين، ولا تتعارض مع جوهر الدين، والدين لا يمكن أن يأمر بظلم، وإنما ربنا سبحانه إن الله يأمر بالعدل، وربنا إن الله يأمر والإحسان، وربنا بيقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إحنا حياتنا الآن لا فيها عدل ولا فيها إحسان، فيها استئساد من طرف على طرف دون ما أي نوع من إنه يرعوي لا بوازع من ضمير. ولا يمكن وإحنا الآن قاعدين مع بعض نحتكم الى فكره اخلاقيات ومسر وقيم ونصح وارشاد وخطب. طب كل ده جميل جدا. ما العمل في النقاط التي هي محل خلاف مع المؤسسه الدينيه؟ يعني مثلا مساله يعني اعلام الزوجه الاولى نكاد نكون وصلنا الى عدم الاختلاف، لان النقاط الشائكه كانت تتعلق بتعدد الزواج. تمام. الامام الاكبر قال انه الاصل ان يكون مفردا، فإن أراد أن يعدد فلا بد أن نبحث. إن كانت قد اشترطت في وثيقتها ألا يتزوج انتهى الموضوع، فإن كانت لم تشترط
وقالت ان هذا يسبب لي ضررا ماديا او معنويا بغض النظر عن نوع الضرر المعنوي او الضرر الادبي، يجوز لها الا تستمر، كما انه يجب على المأذون ان يخطرها او يعلنها. احنا بنقول اكتر من كده لتنتظم الحياه في مصر، لان احنا مش كل كلامنا هيبقى ايه الرائد هو القانون.